راح يتولى تنفيذها محمدي مع محمدي وهدف. الهدف الاول من عليش. شوف هذه الغلطه على مستوى دفاع شباب بنوزداد. عليش يتمكن من مبارقه الحارس زكيماش ويسجل الهدف الاول لفائده منصر حسين جاي، ولكن الحكم بالفتقه وسيقول ربما خطا. شوف هذه الاعاده ما كان والو، هدف يبدو شرعي. الحكم بالفتقه مش عارفين وش هيقول، يقول عدم احتساب الهدف حسب الصوره المعاده. ما فيش اي خطا مجيد شرعي لنصر حسين داينا. مجيد على كل معنا محي الدين خالف مباشره راه يتبع في اللقاء ولو على الشاشه، ما نقولوش يعني من الميدان، ممكن يتدخل في هذه اللقطه هذه. تفضل محي الدين. اظن بعد الركنيه كانت فيه قذفه من المدافع الايمن اتجاه المرمى وضربه راسيه بكل صراحه. وكان نظن لما نشوفوا ما فيش عرقله بالنسبه للحارس، ما فيه لا عرقله ولا يعني واضح هدف نظيف. ولكن لا يا سي محيتين، هل ممكن فيه دفع من نعم سي محيتين؟ نعم الحكم يقول تعاد الركنيه. تعاد الركنية ممكن، لانه هنا ما كانش، هنا ما فيش غلطه ولكن لكن تعاد الركنيه. لا الحكم يقول هذا شيء اخر، هذا شيء اخر. يمكن ما كانش الكره في وضعيه شرعيه. لا نظن انه الحكم كان في نقاش مع واحد من اللاعبين وما صفرش المخالفه. اوكي ما صفرش الركنيه. نعم راح ربما هذا الشيء اللي اذا اعيدت الركنيه، اعيدت ضربه الركنيه معناه انه الحكم كان ما صفرش الركنيه. يعني حكم التماس هو اللي جرى ناحيه يعني يعلن عن انه هدف. عبد الحفيظ نعم على كل تدخلات سيد محي الدين خالف، حتى الجمهور يعرف تدخلات تابعه للشاشه فقط لانه ماهوش موجود في الميدان، وبالتالي حسب الصوره يتكلم ويحلل حسب الصوره. تفضل عبد الحفيظ. مراد نعم يبدو ان الحكم كان بنبتخه كان بامكانه تصفير او اعاده الركنيه قبل تسجيل هدف، لانه كان عنده الوقت، لانه في حاله ما الركنيه لم تنفذ من مكانها كان عنده الوقت مباشره بعد تنفيذ بوحامدي للركنيه يوقف ويقول له عيد هذه الركنيه ماشي حتى يتم تسجيل الهدف، ثم يقول له ما فيش هدف. وبالتالي الصوره التي بحوزتنا تثبت شرعيه الهدف، هدف لعليش امام نصر حسين داوي، لكن بنبتقى يلغي الهدف ويؤمر مواصله اللعب بصفر مقابل صفر. وبعد مرور 28 دقيقه في حوالي 4 دقائق ضائعه من هذه المقابله الحماسيه بين شباب الوزداد ونصر حسين داوي، اذا المسؤوليه كل المسؤوليه للحكم بنبتقى اللي يبقى هو سيد الموقف. على كل فيه كما يقولوا خلوطه كبيره هنا على تماس، على التماس فيه يعني كثير الناس اللي ربما ما عندهمش حتى عمل هنا يعني في هذا الشيء، يعني ما يشرفش ابدا كره القدم الجزائريه. هذا شيء ماهوش ممكن يكون في ملعب 20 اون، يعني كثر الجمهور كثر اللي يدخل كثر اللي يتصرف، هذا شيء ماهوش ابدا ما يخدمش كرة القدم الجزائرية. حتى صعوبة المهمة للفرقة التقنية تاعنا هنا صعب كثير باش يعني ينقلوا هذا اللقاء مباشرة. شي نقولوه دون تردد يعني نقولوه، لأن هذا الشيء سلبي جدا، لابد أن يروح من الملاعب تاعنا. هذا الشيء سلبي، هذا الشيء سلبي جدا. على كل نبقى دائما ننتظر ماذا سيكون قرار الحكم السيد بن بدقة، إذا كان فيه إعادة